اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد. هنعمل مع بعض اكلات زي ما بقول لكم كل يوم ان شاء الله، اكلات على قد ايدينا ان شاء الله جدا جدا. النهارده اول حاجه نبدا بيها الطبق الرئيسي زي ما احنا متعودين. فالنهارده هنعمل مع بعض طبقنا الرئيسي النهارده ايه؟ كلاوي. كلاوي مسبكه او كلاوي بالطماطم والكاري والكركم، هقول لكم كل مقادير دلوقتي ان شاء الله. احنا عندنا هنا نص كيلو كلاوي، اللي هو العنقود الكلاوي اللي بتجيبيه ده وقطعيه حتت صغيره، اللي هي نص كيلو يعتبر، يعني نقطعها نصاص كده بالمنظر ده او اربع زي ما انت عايزه. عندنا طماطم مبشوره مش معصوره، بصل، ثوم، كركم، كاري، كمون، كزبره ناشفه، ومعلقه شطه ده للي يحب، او فلفل حامي او فلفل رومي ده اختياري معاكي. بس عندنا كلاوي، طماطم مبشوره، بصل وتوم وكركم وكاري، وتوابلنا اللي هو الكمون والكزبره الناشفه وحبه شطه دي اختياري، وملح وفلفل طبعا ده اساسي. اول حاجه انا بقى بحب اضيف لها حاجه كمان، فلفل. بحب اضيف لها فلفل حامي او رومي زي ما انت عايزه. نجيب حبه زيت، وممكن تعمليها بالسمنه عادي جدا برضو، لو عايزه تحطي معلقه سمنه تعمليها بالسمنه برضو تبقى جميله جدا. ناخد سواها كده حوالي ايه 3 معالق من الزيت. ماشي. بص اول حاجه هنعملها ايه، انا بحب الحاجه، وعلى فكره كبده كلاوي لما تيجي تحطيها في طبق انا بحب اشطفها عامه، في ناس كتير ما بيحبوش يشطفوها. عصره ليمونه مهمه جدا معاها، يعني انا بحب دايما اشطف الكبده او الكلاوي او الكلام ده كله اشطفه شطفه، بروح حاطاه في طبق او مصفه وعصره ليمونه عليه، بيضيع اي زفاره، بيبقى حلو جدا جدا فيها. في ناس كتير لك لا انا ما بضيعش غذاها، بس انا بقول هي عند الجزار متعرضه لايديهم، متعرضه انها متعلقه او محطه في التراب، يعني الهواء فيه تراب، فالافضل ان احنا نشطفها. يعني حاسه كده ان الفوائد اللي فيها، لا الاحسن ان انا اشطفها احسن من الاضرار اللي تيجي منها، من تراب، من دبانه، من ايد الجزار اللي ماسكها. فالافضل يعني مش هقول لك الاصح ان احنا نشطفها ونعصر عليها عصره ليمونه. برضو عصره ليمونه غير الزفاره هي تديها برضو حاجه من التطهير، بتطهرها شويه برضو. فاول حاجه شطفناها حطينا لها عصره ليمونه، هنبدا اول حاجه هنحطها هي الكلاوي. وعلى فكره الطريقه دي تنفع للكبده كمان، يعني مش الكلاوي بس، انا النهارده عاملاها كلاوي، انت ممكن تعمليها كبده مفيش مشكله خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. هديها بس صدمتها ان انا ايه، هي اول حاجه واجيب لي قرن فلفل، قرن فلفل حامي معاها. انا هديها تشويحه من غير اي حاجه خالص مع معلقه الزيت بس هنا. خلاص هجيب كده ايه، هقطع جدا الشايه، قرن فلفل على الايه ده اختياري طبعا، او رومي اختياري برضو. خلاص يا سكينه يا حاميه يا بارده، مفيش فصال. طبعا لو حطينا فلفل بلاش الشطه، لو حطينا فلفل حامي بلاش الشطه، الشطه ديت هي يعتبر قرن فلفل برضه، فيبقى كتير جدا كده علينا. خلاص كده معانا رجاء، اهلا وسهلا.
اهلا يا حبيبتي، ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا مدام رجاء، ازي صحتك؟ الله يسلمك يا حبيبتي. ايه القمر ده، اللهم صل على النبي. ايه ده مش ممكن، ربنا يخليك يا رب. صباح الخير عليكي. بشوفك ثلاث مرات. ربنا يخليكي. يا رب ما تزهقيش بس. لا والله انا بشوفك قلبي بينشرح كده اما بشوفك. ربنا يخليك يا رب، اديك الصحه يا مدام رجاء يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. انا بس بكلمك عشان اشكرك على الحاجات اللي بتعمليها. الحمد لله. مالكيش اي سؤال النهارده؟ جميله. الله يخليك. نعم؟ مالكيش اي سؤال؟ لا يا حبيبتي، انا بتصل بس عشان اسمع عليك واقول ما شاء الله، الله اكبر عليك. ربنا يخليك، متشكره جدا ليكي والله. شكرا شكرا شكرا، ربنا يخليكي ويديكي الصحه ان شاء الله. بصوا كده انا عملت ايه، هغير بس، مستنيه تغير لون، انا عايزاها تغير لون شويه. التوم ده احطه اخر حاجه، بس ده جنبي هنا كده. معانا امينه، اهلا وسهلا يا امينه. ايه خط قطع شكله كده؟ ماشي كلمينا تاني يا امينه. معلش بس كده انا هنزل جنبيهم الفلفل ده. وسط كده يديها حبه ايه، ريحه حلوه، لان عامه الكلاوي بتبقى ريحتها غير الكبده، اقوى شويه من الكبده. فانا بحاول بقى ابدا اديها بهارات، هي طبعا مفيده جدا جدا، اديها بهارات واديها بصل واديها ثوم ايه، وطبعا عصره الليمون اللي في الاول دي تخلي ريحتها ايه تبقى ضعيفه شويه، مش واخده ان الكلاوي عامه بتبقى اقوى شويه، ريحتها مش قوي اكتر من كده بكتير. فاحنا لازم نغذيها بهارات وروايح حلوه بقى، ثوم وبصل والكلام ده وفلفل كده. دي كده اقلبها كلها كده اهو، حبه كمان صغننين. وابدا برده كل ما اجي اضيف حاجه لبعمل كبده او بعمل كلاوي او اي حاجه بعملها، اوسع وانزلها في الطاسه على طول. يعني لما اجي اعمل اي حاجات من دي كده بروح موسعه كده، كبده او كلاوي او السجق او اي حاجه، اجي اضيف له اي خضار اوسع كده، واروح منزله ايه البصل كده ماشي، وعليه حبه ملح وفلفل. كل البهارات بقى اضيفها لهم، حبه ملح حبه فلفل ماشي. ونجيب بقى ايه البهارات بتاعتنا على البصل، كزبرة ناشفة، معلقة كركم مليانة شوية، هي صغيرة بس مليانة، معلقة كاري، كمون صغنونة خالص، شطة مش هحط كفاية اللي أنا حطيته، إيه كفاية الفلفل اللي حطيته. أبدأ بقى أقلب ده كله مع بعضه عشان إيه يطلع لي ريحة حلوة. يعني كنت ممكن أنا أحط التوابل من الأول خالص، بس زي ما اتفقنا إحنا لازم ندي صدمة للحاجة الأول، وأبدأ أضيف لها التوابل قبل ما تطلع معايا أي روايح مش مظبوطة، أديها كل التوابل تطلع ريحة حلوة بقى. معايا فاطمة، أهلا وسهلا. معانا سارة. ألو. ألو، إزيك يا سارة؟ إزي حضرتك، عاملة إيه؟ الحمد حضرتك قوي. ربنا يخليك يا سارة، إزيك أنت عاملة إيه؟ الحمد لله، أنا متابعة حضرتك من زمان قوي، ويعني اتعلمت كل حاجة لسه متجوزة جديد، وتعلمت كل حاجة من حضرتك. ما شاء الله عليك شطورة. اتجوزتي بقى وأنت بتعرفي تطبخي ولا لأ؟ لا ما كنتش بعرف أعمل أي حاجة. شفتي بقى؟ طب ليه كده؟ ما كنتش أعمل أي حاجة. ما ساعدتيش ماما يعني قبل الجواز؟ لا 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 ما ساعدتش، بس والله بقعد قدام حضرتك أتعلم حاجات كتيرة جدا. ربنا يخليكي، إن شاء الله بقى أولادك لازم تعلميهم. اه ده لازم. ايوه انت بنصحها لازم تتعلم علشان اللي انا فيه ده. ايوه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. أيوة. لا هو ان شاء الله بناتك تعلميهم يتجوزوا متعلمين جاهزين. لازم. صح كده؟ انت تستحمليهم، هم جوزها مش هيستحملها، ولا انت ايه رايك في تجربتك دي؟ اه لا طبعا صح؟ صح كلام حضرتك صح. ايوه ان شاء الله، ربنا يصلح حالك يا حبيبتي ان شاء الله. شكرا ليكي، شكرا. بصوا بقى كده بدات ايه هتستوي طبعا، وطبعا دي بتاخد سوى اكتر من الكبده. هقول لك الكبده بتاخد تقلبتين ثلاثه وخلاص على كده، لا دي بقى بتاخد سوى اكتر كده. هبدا انزل بعد كده الطماطم المبشوره مش المعصوره، عشان تكمل الكلاوي سوى فيها. انا مش هسبكها قوي، يعني مش عايزاها مسبكه قوي قوي، انا برضو عايزه الطماطم ايه موجوده فيها يعني.
تبقى قطع كده يعني، انت حتى لو مش عايزاها مبشوره ممكن تقطعيها قطع صغنونه زي ما انت عايزه يعني، ممكن كده ممكن كده. قلب ده كله طبعا. الطماطم برده بتخلي ريحه الحاجه حلوه جدا وبتمنع اي زفاره، يعني برده مهمه قوي. وانت بتسلقي فرخه، بتسلقي لحمه، بتسلقي اي حاجه اللي هو بط اي حاجه، حطي طماطمايه قطعيها زي البصله بالظبط، يعني خلي قاعده معاك كده. بتسلقي اي حاجه زي ما بنحط البصل ده قاعده، الطماطمايه الطماطمايه لو في جزر ماشي اوكي، بس اهم حاجه الطماطمايه دي تبقى مع الايه؟ مع الشوربه اللي بتغلي فيها اي حاجه، دي بتخليها حلوه جدا ان شاء الله. اهي كده هسيبها شويه تستوي. هنا بقى لازم تقعد ايه؟ حبتين كده ثلاثه يعني، عشان دي خلاص شكرا. وكان معانا اسئله في الفيس، العيش اللي بالزعتر، العيش اللي بالزعتر ده احنا عملناه ازاي؟ العيش احنا عملناه عيش على الطاسه. طب معانا ام محمد، اقدر اقول العيش الاول. ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام محمد؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ بخير الحمد لله. مبروك الديكور الجديد. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ازيك؟ تسلم ايديك على الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. ربنا يخليها. حضرتك عامله ايه؟ ليك اي سؤال النهارده؟ عندي سؤال يا حبيبتي. اموري. انا لما بعمل الكلاوي اللي انت بتعمليها النهارده دي، بتبقى فيها ريحه كده، عايزه اتخلص من الريحه، ازاي اغسلها؟ ما انا من الصبح عماله اقول لك فيها اهو. اهم حاجه اما تيجي تشطفيها بميه وليمون. ميه وليمون بس. هي لو هتشطفيها قطعيها الاول. أيوة. حطيها في طبق عادي، اي طبق كده تشطفيها، وتحطيها في ميه تاني وعليها عصره ليمونه، وتسيبيها 5 دقائق بعصرة الليمون، وتروحي حطها في مصفى وتستعمليها زي ما عملناها كده بالظبط. لسه انا عماله اتكلم ان هي الكلاوي ليها ريحه شويه عن الكبده. معايا؟ بيقولوا حضرتك ان في مثلا المكان اللي بيبقى فيه البول وكده يتشال ازاي ده؟ لا في الكلاوي بتاعت ايه؟ لا هنا ما فيهاش، هي بتجيلك من عند الجزار نظيفه. لا هي بتيجي من عند الجزار، لازم انت وصيه، هي بتجيلك نظيفه. بس هي عامه هو لحم الكلاوي ليه ريحه على الكبد اقوى منه شويه. ايوه بيبقى فيه ريحه كده، ريحه البول بيبقى فيها. هي اشطفيها بميه وبعدين ميه وليمون. واخده بالك؟ فديت اللي هتعمل لك ايه؟ دي اللي هتعمل لك بقى تمنع الزفاره منها خالص. خايفه منها اكتر حبه خل، نقطتين خل، وبعدين امشي زي ما احنا عملنا كده. يعني انا جبت اديتها صدمه على طول عشان اقفل مسماها ما تطلعش روايح كتير، يعني ادحي حبه الزيت وارمي فيهم الكلاوي. معايا؟ ايوه معاك. هتقفل مسماها مش هتطلع ريحه. حد شامين ريحه هنا يا جماعه؟ ها انا لا مش شامين ريحه؟ المخرج شامه من فوق. شامم ريحه ايه طيب؟ ريحه حلوه، شفتوا بقى؟ انت هنا غسلناها بميه وليمون، قفلناها بمعلقه زيت، قدحنا الزيت دي كويس وقفلتي بيها الكلاوي، ما خليتهاش تطلع اي روايح. هتبقى حلوه. وبعدين التوابل اللي حطيناها دي كلها بقى، الكركم والكاري والملح والفلفل والكمون، لا مش هيخشطها، مش هتلاقي فيها اي حاجه. جربي بس الطريقه دي ان شاء الله تعجبك قوي. اخر حاجه والفلفل كمان الحامي او الرومي، يعني ما بتحبيش الشطه قطعي فلفل رومي. انا حطاه اول حاجه معاها، ان الرومي الفلفل لما بيتحمر بيديك ريحه حلوه قوي برده، برده بيدي ريحه حلوه للكلاوي، فدي حاجه مهمه جدا. اهي كده انا حاطه فلفل حامي، انت لو ما بتحبيش الحامي حطي فلفل رومي زي ما انت عايزه. انا بصوا بقى هدي هتبقى ايه؟ في ناس بقى بيحبوها زي كده، يعني الوصفه دي كده بالمقدار ده ممكن تتاكل مع رز، مع رز ابيض، مع رز بالشعريه، يبقى انت عملت لها طماطم بالصوص بتاعها حاجه زي الطبيخ كده شبيهه بيها يعني. انا بقى مش احبها كده، انا بحبها يعني تتغمس بعيش زي الكبده بالظبط. هسيبها تشرب كل الميه دي وتتبخر منها، وبعدين اضيف لها توم بس شويه كده، يعني انا عايزاها فيها شويه صوص بس مش كتير كده. لو كده كتير يبقى انا هعمل جنبها رز بالشعريه، هعمل جنبها رز ابيض، شغاله هي خلاص يعتبر كده استوت. هي هو بص لونها يعتبر كده ايه؟ استوى اهي. هوريها لك برده بس لو جبت سكينه كده ونشوف الاخبار ايه. اهي من جوه، نبص من جوه، نفتح اي واحده فيهم ونشوف من جوه اخبارها ايه. لسه فيها حمران طبعا، الكلاوي بتبقى جديدة عن الايه يعني الكبده اكيد. هي كده ايه
هي يعتبر سنه صغنونه بس هي استوت يعني، بس سنه صغيره كمان، سنه صغيره كمان وبعدين ايه تبقى استوت خلاص. بس زي ما بقول لك كده، عايزه تاكليها مع رز خلي فيها شويه صوص، عايزه تاكليها بعيش خليها تتبخر منها شويه، كل الكلام ده. وزي ما اتفقنا الطماطم اللي انا حاطاها المبشوره دي بتضيع زفرتها جدا جدا جدا، عشان هي معروفه ان هي زفره شويه. طيب احنا كنا بنتكلم في العيش اللي بالزطر، عشان ايه بس ما انساش اقوله لكم، احنا العيش ده زي ما بنعمل اي مقادير هي هي بالظبط، كوبايتين من الدقيق، كوبايه كوبايتين دقيق، معلقه خميره فوريه، رشه ملح، تعجني بقى ده عجنينه ساعتها بالميه، وحطينا معلقه زعتر، بس زعتر ناشف يعني، كوبايتين دقيق حطيهم في طبق، حطي عليهم معلقه خميره فوريه كبيره، حطي عليهم رشه ملح، حطي عليهم رشه سكر كمان عشان انا بحب اعدل قوي لاي عجين، رشه سكر، وحط عليهم معلقه مليانه من الزعتر الناشف، وقلبيهم مع بعض النواشف دي كلها، وبعدين ابداي زودي الميه شويه شويه لغايه ما تكوني عجينه متماسكه، عجينه ما دام هعملها في طاسه يبقى لازم عجينه متماسكه يعني حلوه ما تلزقش في ايديكي، وسيبيها تخمر خمرت، تعالي هاتيها قطعيها كور كور زي ما بنقطعها، وعرفي ترتيب الكور اللي انت حطاها، هاتي اول كوره انت كورتيها هنا ابداي افرجيها زي الايه؟ زي العيش عادي، مره بالطول بالنشابه ومره بالعرض، واركني وخليها رفيعه، يعني لازم العيش بتاع الطاسه ده يبقى رفيع، ليه بقى؟ عشان ينفش معاكي، لو انت عملتيه تخين هتحسي ان هي بيمسك في بعضه، فمهم قوي انك ترققي فيه عشان تحطيه على الطاسه يبدا ينفش، وبعدين ما تقوليش ده انا مره بقى ما نفش معايا او مره ما سكاش مش هعمله تاني ده باظ، لا لازم انت تتعودي على بوتاجازك وتتعودي على الطاسه اللي هتعملي فيها، وهتظبطي درجه الحراره بتاعتها كويس جدا يعني ما تتاذيش ابدا. عمل العيش مهم قوي وسهل قوي، بس مجرد ان انت تظبطي النار والطاسه بس كده. طيب وهسيب بقى ايه دي تستوي شويه، وهطلع فاصل صغير ونرجع على طول ان شاء الله، فاصل ونواصل. رجعنا من الفاصل، واحنا دلوقتي كنا بنسوي في ايه في الكلاوي، سبتها تستوي زي ما هي، وازيدها بقى حلاوه، وازيدها ان هي ريحتها تبقى احلى واحلى بايه؟ بالثوم. خلاص هي كده استوت، بص الصوص ده حلو قوي كده، والصوص بقى سميك، حبه ده ينفع للعيش وينفع للرز. ابدا بقى ازود معلقه ثوم محترمه، حوالي 5 أو 6 فصوص كده ثوم، واقلبه تقليبه، هي تقليبه واحده يعني، يا دوبك يغلي غلوه الثوم بس مع ايه؟ مع الكلاوي دي. ماشي، ابدا بقى ايه حطفي عليها، خلاص هي كده خلاص استوت، واجيب طبق اغرفها. احنا بقى ممكن ناكل ايه معاها زي ما اتفقنا؟ ممكن رز ابيض، ممكن عيش، وممكن مكرونه. انا النهارده هعمل مكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، انزلها كده. ادي طبق الكلاوي بتاعنا بصوص الزياده اللي احنا ممكن ايه حبه تنشفي عن كده، بس كده حلو يعني، كده ليه صوص ايه محترم. نحط له اي حاجات خضراء، اي زرعايه عشان ايه نلونه حبه. هو الحاجات دي كلها بتحب الالوان، نطقي بس الطبق شوية. كده. معانا شيماء، أهلا يا شيماء. أهلا بيكي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيماء؟ الحمد لله، ازيك أنت عاملة إيه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. ايه اخبارك؟ انا بتفرج عليكي في الاعياد وبقعد مطبقه عشان اتفرج عليكي الصبح. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا النهارده اول طلب ليكي ان انا اقول لك ان انت اموره قوي النهارده،
ربنا يخليك يا حبيبتي. اللون البستاشتكي جامد جدا قوي. الايه؟ بس عايز اللون البستاش ده جامد فيكي جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. عايزه بس اطلب طلب، يعني لو عايزه اشوي الفراخ في البيت ينفع احطها على الشوايه او احطها في الفرن اللي هو شبه الميكروويف كده يعني؟ انا الفرن الصغيره الكهرباء مش ميكروويف، لازم فرن كهرباء. فرن طبعا ينفع طبعا جدا، يعني بس يقعد فيها حوالي من ساعة لساعة ونص حسب حجم الفرخة. ولو انت عندك الشواية اللي هي اللي عايزة تشوي اللي هي الكبيرة دي المسطحة، عارفها الكهرباء اللي هي من عادية دي كده، هتشوي فيها. لو انت عايزة تشوي عليها اشوي عليها، بس لازم تدخلها فرن برضو، لان هي مش هتاخد سوا كامل هنا. ايوه خد بالك، يعني اشويها عادي هنا على الشوايه، وبعدين ارجعي حطيها في صينيه غطيها بورق فويل ودخليها الفرن كمل سوا بقى. انها في الفرن مش تحتاج، هتحطيها في الفرن عادي تقعد من ساعه لساعه ونص هتستوي سوا كامل يعني ان شاء الله. شكرا ليكي، شكرا جدا. هنعمل مع بعض ايه دلوقتي؟ طب ناخد فاطمه الاول. فاطمه ازيك يا فاطمه؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك يا فاطمه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ليكي سؤال؟ ايوه، عايزه طريقه الشيش طاووق. الشيش طاووق، حاضر هقولها لك. حاضر، الشيش طاووق بالفراخ بتبقى دايما الوراك مش الصدور، ده الاغلبيه يعني. في اللي ما بيحبوش الوراك بنعملها من الصدور، بس هي الاساس بتاعها الوراك، وهي سهله جدا بس هي ما فيهاش اي حاجه هقولها لك، بس عشان ايه وصفتنا واحنا شغالين هقولها لك ان شاء الله. احنا النهارده هنعمل مكرونه بالخضره. شفتوا بقى؟ يعني هاكلكم كده ايه، حاجه زي ريحه المحشي قوي، ريحه المحشي قوي. فاحنا عندنا هنا طماطم، عصير طماطم، مكرونه، جبنه رومي، خضره، شبت، بقدونس، كزبره، فلفل، وعندنا زعتر، وعندنا كمان بهارات اللي هي ايه، اي بهارات تفضليها، السبع بهارات اللي هي جوز الطيب، بهارات بقى زي ما انت عايزه. بس انا هقول لك احنا عندنا هنا الخضره، خلاص انا عندي ميه هنا تغلي بس، وابدا ازود لها ايه، هلا تغلي شويه، ابدا ازود لها حبه زيت، حبه ملح، وانزل فيها ايه المكرونه السلق. وعندي هنا دي طماطم معصوره في الخلاط عادي جدا، طماطم حمراء كده معقوله يعني لقيناها النهارده وعصرناها في الخلاط. انا بس ما حبيتش ان انا ايه اضيع وقتكم بعصر الخلاط واعمل لكم هوسه. نيجي بقى خضره، عندنا شبت، بقدونس، وكزبره، حاجه كده شبه ايه، شبه المحشي بس مش تبقى مسبكه يعني، هتبقى ايه يعني مش مفيش بصل، مفيش ثوم، مفيش الحاجات الجامده دي. احنا مجرد ما هناخد خضره بس بسيطه نحطها على الصلصه، ونروح ايه حاطين عليها محبه خضره وزيته بس، يعني هي خفيفه محشي بس خفيف، محشي مكرونه. لا بس الدنيا حلوه جدا ان شاء الله. نجيب هنا كده اقفل دي. اجيب كده ووك، انا دي غليت خلاص، احط لها حبه ملح. مش عارف تغلي ليه دي، زعلانه مننا ولا ايه؟ ماشي، حبه زيت عشان ايه ما تلزقش. انا فكر اجيبها على العين الاعلى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، المنقذه بتاعتنا دي، ودي هنا مش مشكله دلوقتي، اهم حاجه نسلق المكرونه كده. ده كيس مكرونه نص كيلو، طبعا مش هنغطيها او ايه، هنغطيها بعد الغلوه بشويه. معانا مريم، اهلا وسهلا يا مريم. ايوه الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ليكي سؤال معانا يا مريم؟ انا كنت عايزه اسلم على حضرتك وعايزه اعرف. اهلا بيكي. البيتزا، حاضر. عايزه البيتزا العاديه؟ حاضر. عينيا يا مريم، حاضر. بس كده هخلي المكرونه بقى ايه تغلي كام غلوه، ونحط هنا حبه زيت، هي ايه خفيفه جدا، مش حاطه لها بصل ولا ثوم. انا كفايه اللي حطيته في الكلاوي النهارده بصل وثوم وكل الكلام ده. هو طبعا صحي ومفيد جدا، بس مش هنكتره قوي يعني، كده كفايه قوي. هنعمل بقى المكرونه خفيفه، او رز ابيض، او رز بالشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم.
حطيت كده ايه على طول عصير الطماطم مضروب في الخلاط بس ما عليهوش اي حاجه تانية، وحط له حبه ملح وفلفل وبقيت بهاراته بقى عشان ايه يتسبك شويه، وهي عليه ادي ملح كده فلفل اسود حبه زعتر زعتر ناشف معلقه صغننه بهارات بهارات اللحمه معلقه صغنونه ماشي، وحابه اضيف لها حبه كمون حبه كمون بس خلاص. ادي كده معانا ايه الجبنه دي للوش بس، انا مش هحطها في حاجه تانية يعني، الجبنه دي لوش الجبن لوش ايه المكرونه. هقلب ده كده واخليها بقى ايه تغلي معانا وتتسبك تتسبك كويس. هو ده بقى ازاي، اجي بقى هنا عندي خضره هقطعها زي ما بتعملي المحشي بالظبط، اجيب حبه شبت على حبه كزبره ماشي. المكرونه دي حلوه جدا تعجبكم قوي، اللي بيحب المحشي هيحبها جدا لان المحشي بيستطعبوه، وقال لسه هنقور ونحشي والكلام ده كله، ده بقى هيتلخص معاك كتير قوي كده. نجيب سكينه معانا فاطمه. يا فاطمه السلام عليكم. سلام الله وبركاته، ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله ربنا يخليكي. عايز اعرف الحواوشي الاسكندراني لو سمحت. حاضر، حواوشي الاسكندراني اللي بالعجينه. حاضر. الحواوشي الاسكندراني اهم حاجه في عجينته مفيش فيها خميره. ليه؟ عشان لسه واحده قالت لي من شويه برضه كلمتنا امبارح او اول يعني من يومين كده، ان ايه الحواوشي معاها بينفش زي العيش، طبعا بينفش زي العيش من الخميره، احنا ما بنحطهوش خميره. انا حاطه ده الاختياري بتاعنا الفلفل الحامي على الطماطم كده، يعني ممكن الحبه دول مش هيخلوه حامي قوي بس هيخلوه مظبوط طعمه مظبوط. اللي بيحبوا حامي قوي بقى ممكن يزود القرن كله مش مشكله. احنا بنجيب عجينه اللي هي بتبقى كوبايتين دقيق، طبعا انا بقول لك الكميه دي وانت بتكتري زي ما انت عايزه، وبتجيبي عليها نص كوبايه زيت وميه للعجن وملح بس، ميه زيت دقيق مفيش خميره، عشان قبل كده لقيت ان انا قلت لها حطي خميره يعني ما قلت لها حطيش، قلت في الوصفه في خميره، لا مفيش خميره، هم كوبايتين دقيق نص كوبايه زيت او ربع كوبايه زيت كمان يعني مش كتير قوي، وايه ومعلقه رشه ملح وميه للعجن. عارفه دي احنا تبقى شبه ايه؟ تبقى شبه الفطيره، حتى لما تيجي تاكليها بره حواوشي اسكندريه بتحسي ان العيش اللي فوق اللحمه وتحتيه عامل زرقات، صح كده؟ ده من الزيت اللي احنا عاجنينه مع الايه؟ مع الدقيق. يبقى دقيق زيت رشه ملح وميه للعجن. وبقى شكلي بقى طبعا اللحمه اللي جوه دي بتبقى بصل وبهارات وبس، مثلا الكيلو اللحمه بحط عليه كيلو بصل وملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب وطبعا قرفه وجنزبيل ده الاساس بتاعي، صح كده؟ بس ادي كده بتثبت. اللي كان حد سالني تاني على ايه؟ السؤال اللي فات كان ايه؟ البيتزا. واحده سالتني من شويه على البيتزا. البيتزا دي عجينه شبه عجينه العيش بس بتبقى طريه اكتر منها، يعني مثلا صينيه البيتزا اللي هي مقاس 30 اللي هي اكبر حاجه في الطقم عندك بتاخد كوبايتين دقيق، كوبايتين الدقيق دول عليهم ايه؟ عليهم معلقتين زيت، عليهم معلقه خميره، معلقه سكر، سكر معلقه صغيره، معلقه الخميره برده مش كبيره صغيره برده ماشي، عليهم ايه تاني؟ زيت وخميره وميه للعجن. بتضيفي بقى ميه للعجن لغايه العجينه معاكي بتلزق، لازم عجينه طريه قوي، عجينه بتاعه البيتزا طريه، طريه يعني ايه طريه؟ يعني هزود لها السائل بتاعها اللي هو الميه. حب في ناس بتضيف لها زبادي، طبعا ده اختياري، انا بقول لك الاساس بتاع العجينه اللي هو الميه. حابه تضيفي بقى زبادي للعجينه، حابه تضيفي لبن، حابه تضيفي بيض، ده كل ده زيادات، انما الاساس بتاعنا اللي هو ايه؟ الميه، كوبايتين الدقيق، رشه ملح، معلقه خميره، معلقه سكر،
ومعلقتين من الزيت، حوالي ربع كوبايه كده تيجي مثلا، وميه للعجن. نخلط كل النواشف مع بعضها. انا مثلا بحب بقى اطعم البيتزا بتاعتي بحبه حبه البركه، بحبه كمون او شمر، اي نوع بقى من الحاجات دي انت ممكن تتبليها زي ما انت عايزه. انا بص دي غليت كذا بعمل كل مره هطفي عليها ماشي، واروح مغطياها، مش هتفور بقى عشان ده بيفضل سخن شويه، هسيبها هنا كده واغطيها كده. بتستوي اسرع على فكره، اسرع من على النار. زي مثلا لما نيجي نسلق لحمه او نسلق فراخ تيجي الميه بتغلي خلاص، وانت حاطه لها بقى البصل والطماطم وغليت ونزلتي فيها اللحمه او الفراخ، بتعملي ايه؟ بتسيبيها تغلي تغلي وتروحي مهديه عليها النار جدا. يقولوا مش بهدي النار بقى عشان اخر، بالعكس دي بتستوي اسرع ما انت سايبه النار عاليه عليها وتفضل الميه تتبخر منها وتزوديها ميه وتبوظ منك. لا، هي بتسوي اللحمه او الفراخ بالطريقه دي بالظبط. حطي الميه بتاعتك وعليها البصلايه والطماطمايه والملح والفلفل، وطبعا لو لحمه بيبقى الملح في الاخر خالص، ما حطش ملح خالص في الاول، فلفل اسود بس. يغلي انزل اللحمه او الفراخ، الفراخ مش مشكله ممكن تحطي معاها الملح، تغلي كام غلوه وروح مهديه النار عليها خالص، اسيبها تغلي على نار هاديه، هتستوي معاكي اسرع ما انت سايبه النار عاليه عليها، عشان الحاجات دي مهمه قوي. نسيبك ايه قاعده فاضيه بقى، وطي النار عليها وسيبيها على اساس ان هي هتاخد وقت. لا بالعكس، الوقت النار واطيه مع الهادي كده، بتستوي على الهادي اسرع ما بتستوي والايه والميه عماله تتاكل منك وتزودي ميه تانية. انا دي خلاص اهي هتتسبك معايا، وابدا ايه ازود لها خلاص. انا بكلمنا في عجينه البيتزا زي ما اتفقنا، عملنا البيتزا العجينه بتاعتها خلاص، وهسيبها في بوله تخمر، لازم تخمر، وبعدين اجيب صينيه وافردها فيها، تحشيها بقى الحشوات اللي انت عايزاها. في الحشوه الرئيسيه بتاعتي اللي دايما بعملها اللي هي باللحمه المفرومه، ان انا بسبك، بجيب الاول بصل مبشور واشوحه في حبه زيت، وانزل عليه اللحمه، اللحمه المفرومه، وايه زي ما تكون بعصجها كده، وانزل عليه طماطم مبشوره، حبه طماطم مبشوره كويس قوي كتير، واسيبها تستوي مع اللحمه، طبعا ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. خلاص اسيب الطماطم تستوي مع الطماطم المبشوره اللي احنا عملناها واللحمه والبصل، واسيبهم كلهم يستووا كويس جدا مع بعض. اروح عامله ايه، جايبه فلفل، فلفل الوان، فلفل اخضر اقطعه صغير قوي، بعد اللحمه ما تستوي انزل الفلفل عشان يفضل صاحي شويه، اقلبه تقلبتين ايه يدبل معايا، حاجه بسيطه جدا. دبل اطفي النار، الزيتون اللي عندي بروح حطها على الخلطه دي كلها، يعني الزيتون اللي انا هستعمله في البيتزا بروح حطها على كل الخلطه دي، واقلب الزيتون مع اللحمه والطماطم والفلفل كلها بقت خلطه واحده. اجي بقى على الصينيه بتاعتي، ممكن تحطي يا كاتشب يا صلصه يا ما تحطيش، عشان انا عندي كده كده ايه في طماطم مبشوره كتير في الخلطه ففيها بعض السوائل، اروح منزلها ايه فرده وماليه الايه البيتزا بتاعتي. هتحطي بعد كده بقى ايه جبنه رومي، جبنه موتزاريلا. الجبنه الرومي تديكي طعم حادق حلو قوي، والجبنه الموتزاريلا تديكي المطه، وتدخليها الفرن بس كده. اول ما تلاقي الحواف دي احمرت، بدات ان هي لونها يتغير، الحرف بتاع البيتزا خلاص هي استوت، بس تحطيها طبعا درجه حراره متوسطه في الرف الوسطاني. سهله سهله ان شاء الله. معانا ام اسماعيل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام اسماعيل؟ الله يرضى عليك، حالك يا ورده سي بي سي. يا اهلا بيكي، شكرا، انت اللي منوره والله، ربنا يخليكي. والله يشهد علي الله ان كل طبخه تسوينها اسويها تبارك الرحمن لا قوه الا بالله. الحمد لله يا رب دايما، يا رب يا رب دايما. كلكم يعني نخبه منقينها تمام تبارك الرحمن. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله دايما. انت ايدك حلوه، انت ايدك حلوه. الله يخليكي، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. الله يسلمك، ليك اي سؤال؟ ابي رقمك بس الله يرضى عليك. حاضر، الكنترول هيديهولك. حاضر، عيني. شكرا ليكي جدا والاهل قطر كلهم. شكرا. ادي كده اهو، انا مستنيه بس ايه، انا عايزاه يتسبك حلو عشان ما اخليش الحاجه المكرونه تعوم معاها. ودلوقتي طيب هسيبك فاصل صغنن على ما الطماطم تتسبك، ونرجع على طول ان شاء الله. فاصل ونواصل.
رجعنا من فاصل ويا دوبك احنا سبكنا الطماطم. انا غطيتها بس عشان ايه كانت عامله معركه هنا. سبكنا الطماطم من غير اي حاجه، هي يا دوبك توابل وزعتر، ونزل عليها ايه الخضره كده، هي بقى اللي هتدينا ايه ريحه المحشي المحترمه. نقلبها كده. ام عبد الوهاب يا اهلا وسهلا. اخبارك مدام نجلاء؟ كويسه. ازيك يا ام عبد الوهاب؟ والله الحمد لله، والله مبسوطين تطلعين على الشاشه. الله يخليك. ازاي صحتك عامله ايه؟ والله الحمد لله. ما ادري شلون اشكرك على الطبخات اللي تطبخينها. الله يخليك، الله يكرمك. ايوه اطبخها ما شاء الله، يعني تطلع مضبوطه. الله يخليك. طب الحمد لله يا رب دايما يا رب ان شاء الله. ليك اي سؤال طب عندي اقوله لك؟ اكيد ان شاء الله. مره انت جبتي طريقه شلون تنشفين البديهه من فيه زيت ما يشرب زيت. طريقه عيش؟ الباذنجان يصير ما يشرب زيت. القراقيش بتاعت امبارح. لا لا الباذنجان. الباذنجان عايزاه ما يعرفش ما يشربش زيت. ازاي؟ ايه عشان انت جبتي طريقه انه ما يشرب الزيت. بصي، ما هو احنا بنعمله ازاي؟ احنا دايما متعودين في الباذنجان بنقطعه بالعرض كده. لا، الباذنجان نقطعه بالطول ونقطعه رقايق رفيعه، ده القلي العادي. نقطع فالنسايج بتاعه البتنجان بتبقى بالطول كده ما تشربش زيت. احنا لما نيجي نقطع بتنجانه بالعرض بيبقى فيها مسام، بنقطع المسام بتاعتها كده، دي بتشرب زيت كتير قوي. نيجي نقطعها بالطول تلاقي في خيوط بالطول كده بتمنع ان هي بتشرب برده، بس مش زي ما بنقطعها بالعرض. وبعدين نقطعها رفيع قوي ونحمرها كويس قوي، يعني احنا معفرنا بالدقيق كده، حبه دقيق ساده خالص نعفرها بالدقيق ونحطها في الزيت ونقليها حلو، يعني نخليها تغمق ما نعملهاش فاتحه قوي. ليه بقى ما نخليهاش فاتحه؟ لان هي بتبدا تشرب زيت وبعدين تحمر وتنطر الزيت تاني. لما انا اجي في المرحله اللي هي بيبقى لونها فاتح فيه وتبقى هي شاربه الزيت، ما اطلعهاش، اسيبها لغايه ما ينطر الزيت تاني. ده بتخلي قدر امكاننا البتنجان ما يشربش زيت في القلي. احنا بنحاول معاه بكل الطرق بصراحه. بس كده. واهلا بيكم باهل الصيدليه كلهم. نقلب بقى الصلصه اللي مع الخضره، ريحه المحشي طلعت ايه فظيعه، بس خفيفه ما فيش لا بصل ولا ثوم ولا فيها اي. طبعا البصل والثوم مفيد جدا، عايزه تحطي حطي لها ما فيش اي مانع. معانا ولاء. اهلا يا ولاء. الو، ازيك يا ولاء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ليك اي سؤال يا ولاء؟ عايزه اعرف طريقه الكيكه بالبرتقال. حاضر، طريقه الكيكه بالبرتقال عينيا. حاضر. هو دلوقتي في البرتقال الصيفي كمان حلو جدا، بشره حلو كده بيبقى مليان. هو عندنا اهم حاجه في البرتقال كيكه البرتقال بشر البرتقال. وعلى فكره بشر البرتقال انت ممكن كده بالبرتقال في الموسم بتاعه تحوشي بشر البرتقال اوبشن، يعني خليها كده حتى البرتقاله بسرعه لما تيجي تاكليه يبقى في قشر كتير عندك استفيدي منه. قبل ما تقشري البرتقاله ابدأي ان انت ابشريها وحطيها في كيس، ديت بتقعد ولا بيجرى لها اي حاجه تفضل زي ما هي. خلاص بقى اغرف المكرونه دي كمان، ممكن نغرفها بدي عشان ايه نلخص المواضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف دول كده وننضف طبقنا. ادي كده ايه المكرونه اللي بالخضره، حلوه جدا وريحتها حلوه قوي، وينفع طبق رئيسي وجنبيها بيض مسلوق. خلاص ميه ميه. يلا انت كمان حبه خضره، ودي حبه من الشبت عشان يتعرف هي معموله من ايه، بقدونس وشبت وكزبره. ماشي كده. هنعمل ايه مع بعض دلوقتي بقى؟ هنعمل طعميه. هنعمل طعميه دلوقتي مش بالفول، هنعمل طعميه بالعدس الاصفر.
العدس اللي نعمل بشربة العدس العادي بتاعتنا دي، طعمية دي حلوة جدا. شوفوا تحط الجبنة عشان نكمل، ممكن تستغني عنها وممكن تحطيها، بس انا هحطها هنا عشان انا مش طالقة بيض، فهروح مديها ايه الغذاء بتاعها، اكمل غذائها بالجبنة كده. خلي الباقي دول جنب بقية الحلة بقى، يعني طبعا الجبنة بتحط طبق طبق، نغرف طبق نحط عليه الجبنة بتاعته او بيض مسلوق زي ما انت عايزة. هنا عندنا بقى الطعمية بقى اللي هي ايه، طعمية العدس، العدس الاصفر. هجيب ربع كيلو عدس اصفر وانقعه، انقعه في مية كده، بصي لغاية ده بحاول تنقعيه ساعتين. هو طبعا سريع جدا، سريع ان هو مش زي الفول ما تشوش مثلا، ولا زي الحمص وزي كده بياخد وقت معانا، لا ده سريع قوي ان هو العدس بيجيب بس من عليه الشم، عليه الغطا بتاعه، بسرعه جدا بيتنقع ويتهري معانا على طول. فجبنا ربع كيلو عدس اصفر ونقعناه. الخضره اللي عندها شبت بقدونس كزبره كرات بصل اخضر، اي خضره بتحطيها على اي طعميه عادي جدا. وعندنا بصل سمسم ثوم بضايه كربوناتو كمون وملح، ده الاساس بتاعنا بتاع الطعميه. يعني احنا هنمشي خطوات كل الطعميه، بس لما هحط لها فول هحط لها ايه، عدس اصفر، طعميه العدس الاصفر. ايوه ده انا ده بس اصفي منها الميه. كويس قوي قوي قوي، خليش فيها ميه. طبعا انت ما تنقعيها، حطيها في مصه وسيبيها شويه. خلاص اجيب بقى ايه، اي حاجه بتفرم عندي، اي حاجه هنزل فيها العدس الاصفر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لو انت عايزه تعمليها في الخلاط العادي بتاعنا اللي عندنا كلنا هتعمليها فيها، بس هزودي البيض. ليه؟ لان الخلاط العادي بيبقى عايز سوائل اكتر عشان يلف، سكته صغننه بيبقى عايز ايه، يعني عشان يلف ويجيب لك كل اللي في الخلاط بيبقى عايز سوائل اكتر، فتزودي البيض. يعني ممكن تعمليها كميه اقل من عدس من دي وتزودي ايه بضايه كمان، انما لو عندك اي حاجه بتفرم يبقى تمشي على مقدرنا زي ما احنا كده. هنفرم العدس كويس زي ما بنفرم الفول كده. لما الحروف ده قبل ما انزل اي حاجه لازم العدس يتفرم كده. ليه بقى؟ لو انا ضفت له اي خضره دلوقتي او ضفت له اي حاجه هتلاقي ايه، العدس بيجري مش هيتفرم، فلازم لا تلاقيه جري كده في وسط الخضره والبصل وايه وما تفرمش حلو، فلازم نتك عليه هو الاول وبعدين نضيف له اي حاجه ثانيه بقى. كده وطبعا ده عدس مش مسلوق، ده منقوع، منقوع بس عدس نقعينه في ميه. اهو قرب خلاص ان هو ايه يختلط كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا بقى اضيف له كل حاجه عندنا، قلنا ايه، شبت بقدونس كزبره اهي دي توابل كده، دي الخضره بتاعتنا. وناخد قرن فلفل حامي، النهارده يوم كله حامي في حامي النهارده. مش عايزه بلاش، يعني لو في اطفال هياكلوا الطعميه دي بلاش حطي فلفل حامي، بس انا بحس الفلفل الحامي بيطعم الحاجه جدا. معانا ناهد، ناخد تاني وقع، انا كنت صغيره من ده. اهلا وسهلا يا ناهد. ازيك يا دنيا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك انت عامله ايه؟ تسلم ايدك على الحاجات اللي انت بتعمليها. الله يخليك، تسلم يا رب. ازي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبار الطبخ معاكي؟ مية مية. الحمد لله. طبخي حلو؟ طيب كويس الحمد لله. ممتازه برافو عليك. بقول لحضرتك كنت عايزه اعرف الحمام المحشي الرز بتاعه بيبقى بني كده ازاي، يعني بيبقى بني قوي؟ لا الرز بني؟ يعني محمر.
بيبقى محمر كده، بيبقى بني، باجي اعمله بيطلع فاتح شويه، جوزي بيقعد يتريق عليا ويقول لي انت ما بتعرفيش تعملي حمام. لا ما يقدرش يقول لك كده، لا 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 ما اسمحلوش يقول لك كده، كل اللي بتعمليه حلو ان شاء الله. بصي انا هقول لك، لازم تعمليه ازاي. هو مسبك الرز احمر ده، تقولي لي على البابا غنوج. حاضر. وعايزاكي تقولي لعمر ابن اختي ياكل اللحمه والفراخ عشان بيغلب مامته وما بيرضاش ياكل اللحمه ولا الفراخ وبقى ضعيف خالص. لا مش هيبقى قوي، لا هو لازم ياكل لحمه وفراخ كويس جدا. هقول لمدام نجلاء تقول لك ان انت تاكل لحمه وفراخ، قال لي ماشي قولي لها وانا اكل. لا لازم ياكل عشان ده مفيد جدا وعشان يبقى راجل قوي ويبقى عنده عضلات، ولو هو ما اكلش كلميني تاني. ماشي خلاص، هزعل منه جدا. خلاص ان شاء الله. وهقول لك بقى المحشي عشان ما ايه الراجل ما يتريش عليكي تاني. خلاص ان شاء الله. بصي بقى المحشي، انا بخلط كده المحشي دوت علشان تطلعيه رز احمر. ماشي، تعملي ايه؟ انت بتحطي بصل على النار وهتشوحيه زي بتشوح اي حاجه خالص عاديه جدا، بتشوحيه مع معلقتين الزيت بتوعك، وتروحي حاطه عليهم ايه؟ الطماطم. الطماطم دي تسبك جدا، تسبكيها اكتر ما سبكت المكرونه كده. انت سبكت المكرونه ازاي بقى فيها بشويه بقليل؟ لا غطي عليها وسيبيها هي تتخانق مع نفسها كده وتطلع الميه، البخار الميه اللي فيه كله، خليها تفضل لغايه ما تلاقي الصلصه دي. اصل التسبيك ده بتاع زمان يعني، كانت امهات مامته اكيد كانت بتعمله، عشان كده بقى ايه مش عاجبه السريع بتاعك انت، بس احنا نحاول نقلد اكل مامته. خلاص، فجاه تعملي ايه؟ هتسبكي البصل، هتحمريه شويه يدوك يصفر، وتنزلي عليه الطماطم لغايه ما تتسبك حلو جدا، لدرجه انك تيجي تمر المعلقه كده فيها تفصل، تلاقي الصلصه فصلت والزيت مر في الايه مكان المعلقه. هتعملي ايه بقى؟ هتنزلي الرز، هتنزلي الرز في الايه في الحله دي مكان الصلصه على طول، نزلي الرز عليها على طول وقلبي وهي على النار، يعني الحله على النار زي ما هي بالطماطم المسبكه، حطي الرز عليها وقلبي الرز كذا تقليبه وهي الصلصه على النار. قلبتي كذا تقليبه ولقيتي خلاص ان الرز شرب، هو مش هيغمق دلوقتي، هيغمق بعد شويه خلي بالك. لقيتي بقى الرز شرب خلاص الصلصه دي، طلعيها من على النار وسيبيها. ابدا ضيف الخضره وقلبي، هتلاقي الرزيه بتاعتك حمراء جدا جدا، وان شاء الله تعجبه قوي ان شاء الله على خير. خلاص بس كده، واحشي بقى وظبطي الدنيا زي ما انت عايزه. وكمان عشان الرز ما يعجنش في المحشي، حطي انت حطيتي مثلا هنا كوبايتين رز حسب طبعا الكميه بتعمليها، حطي اسقيها بكوبايتين ميه او شوربه بس، يعني خلي المعيار ليكي. انك ما تيجي تسقي المحشي مش بنحط محشي لغايه ما يتغطى وخلاص، لا عشان يطلع مفلفل وحلو. كوبايتين الرز اللي انت حطاهم في المحشي هتحطي قديم كوبايتين شوربه، يا دوبك يغلي على النار وتروحي ساقيه بيهم الايه؟ المحشي بتاعك. يغلي غلوه وهدي عليه خالص، سيبيه لغايه ما يشرب كل الميه ويستوي بس كده، وان شاء الله يطلع معاكي محشي زي الفل. احط بقى هنا الخضره كده والفلفل اللي انا قطعتها دي على الايه؟ على العدس اللي انا فرمته، واحط البصل، بصلايه كده كفايه قوي عشان الكميه دي مش كبيره، واحط ثوم. ماشي، وهنا ايه؟ عدس نقعناه في ميه وضربت طحنته، وبعدين ايه؟ حطيت له الخضره، شبت بقدونس، كزبره، كرات بقى، يا ريت تلاقي كرات بتبقى حلوه جدا، او بصلايه خضراء. وحطينا بصل وثوم، وادي كمون، كربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم، سنه صغنونه خالص، يعني مش عايزه اقول لك على سن المعلقه. معانا رضا، اهلا وسهلا يا رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي صحتك؟ لو سمحتي حضرتك انا عايزه اعرف طريقه شوربه العدس بالكريمه. شوربه العدس بالكريمه؟ ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. عنيا ليك، اي سؤال تاني؟ شكرا، بارك الله فيك، الصراحه انت فورما يعني ما حدش يقدر يقول عليكي حاجه. ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب، متشكره ليكي جدا، ربنا يخليك. ابدا بقى الطعميه العدس دي، اضربها بقى كلها كده مع بعض. هي نفس مقادير الطعميه بتاعتنا، بس بدل الفول حطينا ايه؟ عدس اصفر. اقلبها كده عشان ايه كلها تختلط مع بعض. حلو، ماشي، اقلبها الاول وبعدين هضيف لها ايه؟ اضيف لها بيضايه. حطينا هي ايه؟ هي بقى العجينه بتاعتنا دي. يعني ايه هي؟ يعني حطيت العدس الاصفر اللي نقعاه، ومعاه شبت بقدونس، كزبره، كرات، ده لو لقيتي مقليش خلاص يبقى شبت بقدونس وكزبره زي ما احنا عاملين كده، بصل وثوم، وحطيت كمان حبه كمون، مع لسه احط لها ملح، فلفل، كزبره ناشفه، كل ده.
اجيب بس ملح وفلفل، احط لها ايه حبه ملح، المملحه بتاعتها مظبوطه ادي حبه ملح، ملح كمان عشان ايه، وحبه فلفل اسود صغننين بس كده، واحط بقى البضايه عشان تعجن لي كل ده، عشان عامل ربط معايا هنا الايه البضايه، وابدا اخلطهم حلو مع بعض بس، واحمر بقى. معانا اسراء، اهلا وسهلا. ازيك يا رامت نجلاء؟ ازيك يا اسراء، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله، انا بحبك جدا يا طنط نجلاء الله. ربنا يخليك يا اسراء، طمنيني عليكي عامله ايه في الطبيخ؟ كويسه الحمد لله. بتعرفي تطبخي؟ اكيد طبعا. طيب برافو عليكي، شاطره. انا بنبسط قوي بنات وصبيان، والله مش بنات بس بيعرفوا يطبخوا. ليك اي سؤال يا اسراء؟ لا سمحت، عايزه اعرف طريقه البانيه باللحمه المفرومه. حاضر، الطاج اللي عملناه، حاضر عينيا. حاضر يا اسراء، شكرا ليكي يا اسراء. اهي كده كل شويه اشيل واقلب عشان كله يختلط ايه ببعضه، ما الاقيش حاجه ايه لوحدها، وانا بقلي الطعميه. خلاص هي كده، خلاص تقلبتين كمان وبس، ابدا بقى ايه اولع على الزيت. طبعا بتبقى عايز زيت ايه، زيت حامي زي الطعميه كده بالظبط، تلاقي عنده النار قد كده، هي دي اللي احنا عايزينها، بس مش قوي كده يعني، احنا في البيت خفافي خفافي يعني. نشوف الاخبار كل شويه كده. على فكره ديت حلوه جدا الطعميه دي، ومغذيه جدا جدا، وعايزه اقول لك كمان ان هي ايه يعني، ممكن تحطيها في الثلاجه يوم اتنين تلاته بالعافيه يعني. يوم اتنين كفايه، التالت يعني للضروره، مش مقليه، نيه، حطيها في علبه نيه، تعملي منها بكره، تعملي منها بعده، بس ما تكتريش في الثلاجه منها يعني. عشان كمان الكربوهيدرات عندنا بيسمر، بتلاقي الحاجة ايه اغمقت معاك كده شوية كده، ان شاء الله معقولة جدا. طبعا هي طرية شوية كده من ايه، من البيض اهي، بص المنظر بتاعها كده اهي، حلو قوي القوام ده ان شاء الله. انا بقى احمرها بايه، بالسمسم، بس لازم عندي الزيت يسخن قوي، يسخن كويس يعني. في حاجات كتير اقول لك لا مش مشكله، احنا ممكن يبقى الزيت مش سخن قوي عشان الحاجه تستوي او العجين يستوي، الطعميه لازم حاجه سخن حلو، سخن مقدوحه يعني محترمه. كانت اللي كانت عايزه المحشي، كانت عايزه بابا غنوج، بابا غنوج ده سهل جدا، بتجيب بتنجانيه زي ما هي كده بالشعر بتاعها بالعصفوره بتاعتها اللي فوق دي، حطيها على النار وقلبي فيها، هتلاقي بره بتحس ان هي اتحرقت، مش مشكله سيبيها، مش ما فيهاش اي حاجه من جوه، قلبي فيها قلبي فيها لغايه ما تبداي تحطي مثلا شوكه او سكينه، تلاقيها فاتت فيها بسهوله، خلاص بتلاقيها هي ايه خست كده خالص، عملت ريجيم على النار عندنا، تلاقيها فتصت كده خالص، ايه تعرفي ان هي استوت، هتروحي شايلاها وحطها في طبق وشايله كل القش ده عليها كده بالسكينه بالراحه، هو معلقه هي طبعا هتطلع معاكي بسهوله جدا، هي محروقه خالص، حاسه ان هي سودة، بس تلاقي اللي جوه الجزء اللي جوه ده حلو قوي، تشيلي من عليها كل ده كده، تحطها في طبق وهرساها كويس قوي يعني، قطعي كده نسايجها الاول بالسكينه وابداي هرسيها بالشوكه، واعملها بره ايه سلطه الطحينه، اللي هي الطحينه بحبه خل ملح وليمون وفلفل، وتعالي حطيها على ايه على البتنجانه دي، خلاص بقى بابا غنوج يعني، هي سلطه الطحينه وبتنجانه مشويه بتعمل لك بابا غنوج، سهله جدا، هي الخل والليمون والكلام ده بس كده. معانا نوره، اهلا وسهلا. الو. ايوه ازيك يا نوره. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك عامله ايه؟ انا كويس الحمد لله، ايه اخبارك؟
انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان. شكرا يا حبيبتي الله يخليك. ليك اي اسئله عندي؟ انا كويسه الحمد لله. انا الحمد كنت عايزه اسال حضرتك بس على طريقه الكباب، كباب الحله. كباب الحله، حاضر اقول لك كباب الحله. عينيا حاضر. كباب الحله دي طبعا بتجيبي لحمه قطعها قطع مش كبيره، قطع متوسطه، وبتاخد بصل كتير، يعني مثلا كيلو اللحمه بياخد نص كيلو بصل. بنقطع البصل مكعبات صغيره وهنشوحه في معلقه من السمنه تشويحه بس، يعني يا دوب تغير تحس ان هي بقت شفافه شويه، وتروحي منزلي عليهم اللحمه وقلبي في اللحمه لغايه ما تغير اللون مع البصل وتنزل الميه وتشربها. ابدأي تضيفي الميه شويه صغيرين شويه صغيرين جدا لغايه ما اللحمه دي تتهري تستوي جدا، هي هتستوي مع البصل وقليل قليل من الميه. دي كباب الحلة بس مفيش أي حاجة خالص، هي مجرد بصل واللحمة وبيستوي بصل وملح وفلفل وخلاص، يعني بسيطة جدا مفيش أي حاجة خالص. هي دي كباب الحلة. في أسئلة جات لنا إيه تاني؟ هفتكر لكم وأقول لكم. حاضر. أنا بس مستنية الزيت يسخن شوية علشان لازم أحط إيه؟ الطعمية. نجرب واحدة كده، نجرب واحدة. بصوا تاخدوا واحدة كده نعمل بقى زي بتاع الطعمية بالظبط. كده اهي بصوا، وما تتكيش عليها قوي، خليها على خفافي كده كده اهي كده. ناخد اهي السمسم والناحيه الثانيه سمسم كده، وننزل في الزيت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش من الزيت وقربي منه، لا هي كده لسه شويه عايز يسخن حبه كمان اهي كده شويه. العين ضعيفة ليه؟ زيت هو اللي كتير. هي لازم زيت كتير وهي كده. وهنصفيها بقى. حط كده. كان في أسئلة إيه تاني غير دوت؟ غير ده إيه؟ شوفوا لنا الأسئلة اللي جت إيه؟ هبصوا كده تاني، احطها بس بالراحه كده. حتى لو الزيت سخن قوي لو انت نطرتي كده هتتلسع اكتر، لازم بالراحه خالص تنزلي مع الزيت بالراحه وتقربي منه قوي علشان ايه. احط بقى ده هنا معانا. هند، يا هند ازيك يا هند؟ مساء النور، صباح الخير. ازيك يا هند عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ شكرا الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ انا بنقول لك تبارك الله عليك. لحقت جربت البيتزا بالقرعة الخضراء. بيتزا بالخضار؟ لا بيتزا، بيتزا بالقرعة الخضراء. البيتزا الخضراء بالكوسة. هي وجدت رائعة يعطيك الصحة. جربتيها ولا لسه؟ جربتها، هي جات رائعه والله. الحمد لله الحمد لله. لا يا كمان مغذيه جدا. بارك الله عليك. الله يخليكي الله يخليكي، شكرا لك جدا. شكرا ليكي وتحياتي لكل اهل المغرب. طبعا انا مضطريه انزل في زيت كده، بس هو لازم الزيت يبقى حامي عن كده شويه. بس هو بتغاز بيدلع معانا النهارده مش عارفه ليه. هنكمل بقى وهو هيستوي معاه ان شاء الله، عشان لازم نكمل ولا ايه؟ اهي كده. بس الطعميه دي ريحتها فظيعه، حلوه جدا ومغذيه جدا، يعني مش لازم العدس يبقى شوربه عدس بس، لا كمان يبقى طعميه، يبقى حاجات كتير قوي، يبقى الكشري العدس الاصفر لان هو مفيد قوي، حتى في الجيش دايما ياكلوا العدس عشان هو صحي جدا، يعني ممكن تاكل العدس ده تستغني عن اي لحوم كده. كده في سؤال جاي لنا على الفيس عن الكاتشب اللي عملناه امبارح، هقوله تاني. حاضر. احنا عملنا ازاي الكاتشب امبارح؟ جبنا كوبايه من الصلصه البطرمان الصلصه العادي جدا، حطيناها على النار، حطينا معاها ربع كوباية خل، وحطينا معاها معلقة سكر، معلقة سكر كبيرة. قعدنا دوبنا السكر، قعدنا ما غلي والسكر داب مع الصلصة والخل، جبنا كوبايتين من المية وحطينا لهم
معلقة من النشا ودوبناها فيها. بعد السكر مدايف في الصلصة والخل، اللي هو كوباية الصلصة وربع كوباية الخل ومعلقة السكر، ده كلهم مع بعض. رحت حاطة معلقة من البصل باودر وملح وفلفل طبعا حسب الكمية اللي انت حطاها. وبعدين تروحي عاملة ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، رحنا بعد ما غلي كل ده مع بعضه، رحت جايبة المية، كوبايتين المية اللي فيهم معلقة النشا، دوابين فيهم معلقة النشا، وحطيتهم على الصلصة اللي بالايه، الصلصة اللي بالخل والتوابل، ورحت حاطة فيها ايه، سبتها تغلي بقى لغاية، عارفة زي بتعمل مهلبية كده بالظبط، هي زيها بالظبط. لازم النشا يستوي، لازم النشا تسيبيه يغلي حبة كتير كده، يعني مثلا 3 4 5 غلوات لغاية ما تحسي ان ايه، ان النشا استوى. ده لازم، لو انت حسيتي مثلا انك انت حطيتي النشا ولقيتيه ربط وقلتي خلاص هو كده ربط مش هعمل فيه حاجة تاني، لا ما ينفعش، لازم يربط معاكي علشان ايه، اما تحسيه بطعم زي بودرة كده فيه. لازم تقلبي النشا كويس، اشطف ايديا بس كده خلاص عشان ايه نكمل بقيه ايه الطعميه بتاعتنا. يا سلام على الريحه، طعميه طعميه يعني. اهي بصوا طفت على الوش اهي، تبدا بس تمسك نفسها وابدا ان انا ايه اقلبها كده. اول اشوف اللي انا حطهم في الاول وابدا ايه ان انا اقلبهم، طبعا اسيبها تحمر خالص تستوي حلو جدا، وحبه سنه الكربونات اللي انا حطيتها دي هي اللي هتخلي الطعميه تنفش معانا كده. طعميه على اصولها، طعميه دي ولا مش طعميه؟ طعميه ان شاء الله. طيب انا هسيبها تحمر شويه وهسيبك فاصل صغير، نرجع على طول فاصل ونص. ورجعنا من الفاصل ولسه بقلي في الطعميه، وطبعا المشهد ده مش هتشوفوه غير في البيوت بس. طبعا اي بتاع طعميه بينزل الطعميه ثواني ويروح مطلعها من ايه، من الزيت بتاعه، هو حر في زيت واحنا مالناش دعوه، احنا خلينا في طعميتنا نظبطها ونظبط سواها حلو جدا. انا هي كده شوف ده كله كنت بسويه في الطعميه، بس هو ده، هو ده اصولها، هو ده البيتي بقى. نبدا نشيلها كده نحطها على اي ايه، مناديل كده عشان تمص زيت الزياده اللي فيها. وعلى فكره برضو دي شبه البتنجان شويه، اما نزيد شويه في ان احنا بنحمرها بتبدا برضو ان هي تطلع الزيت اللي فيها. اتفقنا؟ هي دي الطعميه اللي عملناها بالعدس الاصفر. اقول مقاديرها تانية قبل ما اسيبها، احنا عملناها زي الطعميه دي، جبنا عدس اصفر اللي هو بتاع الشوربه العدس اللي نعملها في الشتا دي على طول، اقفل بس النار هنا، وبعدين نقعته لمده ساعتين في ميه، وبعدين جبت لها بقى ايه، خضره شباب، بقدونس، كزبره، بصل، ثوم، ملح وفلفل وكمون وكزبره خضراء اللي بتحطيه الطعميه العاديه جدا. انا مجرد ضفت لها بقى بضايه عشان اجريها بس في الخلاط، ماشي اهي كده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت لها بضايه وسنه كربوناتو عشان تنفش معايا شويه. وبعدين طحنتها حلو قوي، طبعا طحنت العدس لوحده حلو قوي في المطحنه، اي مطحنه عندك، وبعدين ضفت لها الخضره والبصل والثوم والتوابل وخلطتهم كلهم مع بعض وحمرتهم بقى ايه، وطبعا سنه الكربونات دي مهمه قوي البضايه، ورحت محمره في زيت زي ما انت شايفه، تحمري تسخني زيت حلو قوي، والسمسم ده للوجهين بس فقط لا غير. هنعمل مع بعض دلوقتي بقى
مخبوزات البطاطس دي طريقه حلوه قوي. المخبوزات برضو دي حاجه شبه تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع للمدارس، تنفع للشغل، لان هي حاجه منها بطاطس على دقيق على مسكره على يعني حاجه كده معتدله، لا هي مسكره قوي ولا هي حادقه، حاجه كده تتاكل من غير غموس زي ما بيقولوا. يعني عندنا هنا كوبايتين من دقيق، نص كوبايه بطاطس مسلوقه ومهروسه حلوه قوي، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمن، زبده، وعندنا سكر وبيض وخميره. السكر والبيض والخميره دي السكر دوت انا احطه على الوش، عندنا اتنين سكر، سكر احطه جوه العجينه وسكر من بره. ماشي، بص ده هيتعمل سهل جدا. احنا دي بطاطس سلقينها وهرسينها شويه، انا هجيبها هنا في العجان عشان تطحن قوي وما تبانش من الايه من العجين بتاعنا، يعني ما تحسيش ان هي فيها بطاطس اساسا، بس انا حاطه لها بطاطس. اجيب كده بصايه كده، ابدا ان انا ايه اشغل البطاطس الاول لوحدها، افرمها حلو قوي، اجيب الدقيق وهنا الخميره، هي كل المقادير جنبي هنا، الزبده والسكر دول الوش خلاص، نجيب دول هنا كده جنبي، وطبعا رشه الملح، اي دقيق لرشه ملح كده. البطاطس خلاص، استنى شويه عليها كده ايه تفرم كويس معايا. ابدا اضيف الدقيق، كوبايتين الدقيق، ماشي، اجيب رشه الملح عشان ما انساش، رشه صغنونه خالص كده، وهنا السكر، نص كوبايه السكر. ما انا بقولك هي حاجه كده ايه لا حادقه ولا مسكره، يعني معلقه خميره مليانه، والايه وكمان السمنه، كله على بعضه بقى خلاص. انا بس كنت في الاول بدي البطاطس ضربه عشان لو فيها اي تكتلات انا مش عايزاها تبان، يعني لو فيها اي حاجه ماسكه في بعضها تتفرم. ماشي، اروح حاطه كله على بعضه. دي عجينه سهله جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. ادي السمنه بدرجه حراره المطبخ، لا هي سايبه ولا هي من الثلاجه، اتفقنا؟ اتفقنا ان شاء الله كده. وادي كمان البضايه بالمره، هي هنا ما عندناش اختلاف في ايه؟ في ان احنا نحط حاجه مطرح حاجه، كله مع بعض. خلاص هسيبها تتعجن وارجع دي البطاطه تاني عشان ما تزعلش عليها بس. بصوا الطعميه انا عايزه اوريكم من جوه شكلها ايه كمان. هي كده بردت شويه. بصوا بقى الخضار بتاعها الجميل دوت اهي، ومنفوشه حلوه قوي، النفشان بتاعها المظبوط مش مكبوسه خلاص. ليه؟ انا حاطه لها بضايه وحاطه لها سنه الكربوناتو، وكمان لما جيت اعملها ما ضغطتش عليها، يعني مش همسك كده حته الطعميه وابدا اكبس بيها كده، لا خففي خالص. يعني حتى الراجل بتاع الطعميه تلاقيه بيعمل ايه؟ بيحط الطعميه ويقعد يقلب في ايديه كده فيها عشان ما يكبسهاش. احنا يعني طبعا يعني مش هنعرف نعمل الحركات الجامده دي، بس على قدنا بناخد الطعميه بالراحه كده على قدنا، وايه نحط السمسم من الناحيه دي وبالراحه نقلبها على الناحيه الثانيه كده، ونحط برده السمسم من الناحيه الثانيه، هتبقى بالمنظر ده وان شاء الله تعجبك قوي. خلاص انا كده حطيت الايه هنا؟ حطيت اقول من تاني، اكرر كلامي تاني هنا، حطيت ايه؟ حطيت نص كوبايه من البطاطس المسلوقه وطبعا هرسناها وحطها هنا تكمل هرس. حطيت لها بعد كده كوبايتين دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، معلقه خميره، ماشي، ورشه ملح. ابدا اضيف لها بقى وبضايه في الاخر خالص، وعجناها كده مع بعض، بيخلط كله مع بعضه حلو، وابدا بقى ازود الميه او لبن شويه شويه لغايه ما اكون ايه عجينه متماسكه، يا ميه يا لبن خلاص. يعني عندنا هنا مش هيفرق كتير، ميه او لبن حلو شغال. كده سنه سنه بصوا انا معاها طبعا، دي ممكن تعمليها على ايديكي برضو عادي جدا على فكره، مش مشكله خالص. بصوا بتلم معانا كده، لمت طبعا العجينه دي بنسيبها ايه؟ بنسيبها تخمر، اتفقنا؟
اشوفها كده اخبارها ايه معايا. ايوه مية مية، اول ما تلم وتسيب الجوانب كده خلاص. شيل دي من هنا كده، اوريها لك تاني اهي. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نلمها كده اهي اهي، بقت العجينه بالبطاطس ممتازه جدا. اروح احطها هنا ومغطيها واسيبها لغايه ما تخمر، اتفقنا؟ اسيبها لغايه ما تخمر، يبقى شكلها ايه؟ هوريك اللي انا عاملاها من شويه اهي. بصوا هذا المنظر ده كده كده اهو. انا جايه بقى ايه؟ اشكلها بعد ما اخمرها، اشكلها واسيبها تخمر تاني وده ادخلها الفرن. ده المفروض الاساس يعني، المفروض اوريك دلوقتي انها تعمل ازاي دلوقتي. نجيب بس هنا فوطه، نجيب بقى ايه احنا هنا محتاجين؟ نشابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعات عشان انا اخلي شكلها مميز، تخلي شكلها ايه ليه شكل. يعني مثلا ممكن ناخد دي وناخد دي، انا هوريك اعملها ازاي دلوقتي. اجيب بقى كده دي عشان لو في اي فتفوته ما تلزقش في العجينه، نفردها زي المستطيل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ابدا اشكلها. معانا ام محمد، يا اهلا وسهلا، ازيك يا ام محمد؟ صباح الخير يا مدام. صباح الفل عليكي، ازيك عامله ايه؟ الله يسلمك، ازيك انت؟ الحمد لله والله، ازيك وانتوا عاملين ايه كلكم؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، منور الشاشه، ربنا يخليكي بوجودك ورفع راسنا كست، يعني رفع راسنا، ربنا يخليكي يا رب، انتوا الاحسن. الله يخليك وما تقصرين على هالاكل الحلو، ربنا يخليك يا رب. إيه اكلنا عجبكم؟ الله يسلمك. ليك اي سؤال عندنا؟ شرفتي، اي لاحظ شرفتي شيفات مصر كلهم، يعني ربنا يخليك يا رب. الشيف الاول يعني ما اعرف اقول ما اعرف اعبر حبيبتي. شكرا ليكي جدا، ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب، متشكره جدا ليكي. ليك اي سؤال اقوله لك؟ لا لا لا، على الاكلات الحلوه. شكرا ليكي جدا، اللي شجعتينا كربات بيوت ان احنا نطبخ، ربنا يخليكي يا رب. لا انت شطار لوحدكم ما شاء الله، شاكره جدا ليكي، ربنا يخليكي يا رب. شكرا ليكي والاهل قطر كلهم. بصوا كده، ابدا بقى انا هعمل ايه؟ انا عايزه اميز العجينه بتاعتي دي بشكل، ماشي؟ هي بالبطاطس بس زي ما اتفقنا انا عاملاها ايه؟ مسكره كده. بص نيجي دي ونروح عامل لها ايه؟ فتحه في النص كده 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 اهو، ماشي؟ الم دول، ده يتعجن ويتفرد تاني، واخد دي كده. معانا سلام، اهلا وسهلا، يا سلام، اهلا يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلامين، شكرا ليك يا سلام، حلو قوي الاسم ده، جميل قوي. اسم جديد. بص بقى كده هندهن سنة زيت، سنة صغننة أو زبدة، بس الأفضل بيكون زيت عشان ممكن إيه دي مش كيكة مش هتتغطى كلها، فالأفضل بيكون زيت علشان ما يتحرقش معانا الزبدة كده، ماشي؟ وأروح عاملة إيه؟ حاطة العجينة بتاعتي كده أهو، اتفقنا؟ كده هي دي كانت عايزه تدهن بس شويه، تسيح شويه، فيش طاسه صغننه مش مشكله. انا عايزه اديها حبه ايه، ممكن حبه زبده مش مهم ايه، بس هي اهم تبقى زبده، يعني زبده على الوش احلى من الزيت طبعا، بتديها طعم حلو قوي كده، فيها غنيه. وبعدين نرشها سكر، بصوا كده
واسيبها ايه تخمر، اسيبها ايه تخمر معايا تاني. يعني حطيتها اهو، قطعتها خمرتها وقطعتها واسيبها تخمر تاني. انا معايا صينيه تانيه سايبها تخمر من قبل الحلقه، اهي كده، اهي بالطريقه دي كده. احط لها برضو ايه يا زبده يا زيت، واحط لها السكر وادخلها الفرن على طول. هوريكي شكلها ان شاء الله بعد ما تطلع، والسكر بقى كده بالراحه عليها كده كده. طبعا دي كانت معموله رفيعه قوي، دي انا مبططاها حلو اهي كده، وادخلها الفرن بقى تستوي معانا. يعني دي لازم تتخمر على ايه، على مرحلتين، عجين وبعدين تخمر وبعدين نقطعها وبعدين ايه نسيبها تخمر تاني في مكان دافي. دي بقى العجين بتاعها مظبوط بقى، مش مكتوم ولا ايه في اي هش، وحلو جدا خلاص. وطبعا دي العجينه دي يا دوبك استريحها كده، يعتبر استريحت اهي كمان. بتروحي ايه فرداها ومشغله فيها نفس النظام، بس حاولي وانت بتقطعي ما تسيبيش فراغات كتير. وممكن حتى الدوائر حتى طلعناها دي تعملي منها صينيه مدوره تبقى برده شكل تاني، بس انت ميزيها هنا بالسكر علشان تعرفي ان دي حاجه مسكره. اه فيها بطاطس بس حاجه ايه مسكره. طيب دلوقتي هسيبك فاصل صغير ونرجع على طول نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وهنكمل مع بعض العجين بتاعنا. هنعمل عجين تاني، هنعمل مع بعض دلوقتي، بس ده بقى يعني حلو حلو. يعني ده التاني يمكن كان بيتدلع مش عارف نفسه كده حلو ولا مش مسكر ولا مسكر ولا حكايته بالظبط، كان معتدل بين الاثنين. ده بقى حلو حلو ما فيهوش كلام. هنعمل دلوقتي رول القرفه وجوز الهند. عجينه هنحشيها جوز هند بالقهوه السريعه، بس تحفه. العجينه هنعملها بالقرفه وهنحشيها جوز هند بالايه بالقهوه السريعه. مقادير العجينة عندنا سهلة وبسيطة جدا، نمشي مع بعض واحدة واحدة. معانا ايه؟ كوبايتين دقيق، معلقة قرفة كبيرة، دي معلقتين من السمنة، معلقتين من السكر، معلقة خميرة مليانة، هنا في فانيليا وبيضاية. سهلة؟ سهلة جدا، مفيش أي حاجة فيها. طبعا لبن العجن، اللبن ده مش الكمية دي، لا اللبن ده أنا هاخد منه شوية شوية بس. خلاص؟ أبدأ هنا أجيب ممكن كده معلقه خشب. هنا عندنا اتفقنا ايه؟ معلقتين سكر على كوبايتين الدقيق، معلقتين سمنه درجه حراره المطبخ او زبده، يعني دي ممكن سمنه او زبده. خلاص نخلطهم كده مع بعض بس شويه كده. السمنه طبعا عامله كميه قليله، بس يعني لاي حد هيجربها كفايه قوي. خلاص البضايه كده حطينا السمنه والسكر، معلقتين سمنه معلقتين من السكر، نخلطهم بس حلو كده ببعض. بضايه، بسم الله الرحمن الرحيم، فانيليا، معلقه قرفه كبيره عشان هي دي الرايس بتاعنا النهارده، هي جوز الهند، ونقلبهم مع بعض حلو كده. يبقى هنا عندنا معلقتين من السمنه، معلقتين من السكر، ضربناهم مع بعض، معلقتين سمنه، معلقتين سكر، وضربناهم مع بعض، حطينا بضايه وفانيليا. ماشي، وبعد ما حطينا البضايه والفانيليا حطينا معلقه قرفه كبيره وقلبنا كله مع بعضه. سهله سهله جدا ان شاء الله، وبسيطة جدا كمان، وهتطلعي حاجة حلوة قوي إن شاء الله.
خلاص ابدأ اجيب ايه؟ كوبايتين الدقيق على طول كده، معلقة الخميرة المليانة، ورشة الملح، واقلب ده كله مع بعضه. انا عايزة اكون عجينة ايه؟ متماسكة. اللبن جنبي، سنة سنة اعجن باللبن كده واشوف الاخبار ايه. ماشي كده. معانا ماجدة، اهلا وسهلا يا ماجدة. اهلا بيكي، ازيك يا مدام نجلاء؟ ازاي صحتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام بخير، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، ربنا يخليكي. طبعا في الاول بشكرك. الله يخليكي على ايه؟ على جمال ايديكي وعينيكي. عينيك انت اللي حلوه، ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي، تسلمي لنا يا رب. ربنا يخليكي. الله يكرمك يا رب. انا طبعا كل حاجه بعملها من اللي انت بتعمليها، الحمد ما شاء الله كده متشابهين يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. بس في حاجه صغيره بس عايزه بس اقولها. اموري. ربنا يخليكي. في بدايه الحلقه بالنسبه للكلاوي، انا بحطها في ميه مغليه شويه، وبطفي عليها على طول بنقطه خل، فالريحه النفاذه دي بتروح. ممكن برضو. ممكن طبعا. انت عارفه يعني بحطها في نقطه خل وميه مغليه بسيط، اقل من دقيقه كمان. حلو قوي، حلو برضو جدا. بطفي ميتها دي بقى وبشتغل عادي زي ما حضرتك اشتغلتي. جميل جميل جدا برضو. ممكن جدا دي، ممكن دي، وممكن تكرري برضو الخل والليمون، حلو قوي. اغسلها بالخل او بالليمون. ده ضروري. ايوه دي. برافو عليكي ما شاء الله. هي دي ست البيوت المصريه الاصيله. الله يخليك، ربنا يديك الصحه يا رب. طبعا يعني انا عايزه اقول لكم الافكار كتير جدا وممتازه جدا. اسالوا اي ست بيت مصري والله وبيت عربي، يعني كل ستات ما شاء الله عليهم اللي بتخش تجرب حاجه مره بتتعلم منها ازاي تصلحها المره الجايه، ازاي تظبطها. وما شاء الله عندنا هنا كلنا بنحب ننصح بعض، دي حاجه مهمه قوي. اللي عنده فكره حلوه يقولها، اللي عايز يجرب دي، اللي عايز يجرب دي، كله حلو ان شاء الله. بصوا العجينه اهي بالمنظر ده كده، بسيبها برضو تخمر شويه. ماشي، اسيبها كده واغطيها، بس اشطف ايدي ايه، ونطلع العجينه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكي هنعمل دي ازاي، عشان انا عندي لفه الاولانيه. استني بس اشطف ايديا هنا. بصوا بتعمل ازاي دي، عشان ايه بالسهل كده يعني ان شاء الله، وسريعه ومفيش اي حاجه. بس طبعا انا بقول لك ان انا بسيبها تخمر وبعدين اعمل ايه، اوريك دلوقتي بسرعه كده عشان ايه بيقولوا لي يلا يلا يلا. الاسود ده مع العجين، وطبعا كل حلاجي عجين بيبقى حالته صعبه شويه. معانا رؤية، اهلا وسهلا يا رؤية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا مدام نجلاء؟ اهلا وسهلا يا مدام رؤية، ازيك؟ الله يخليكي حبيبتي، الله يخليكي. ازاي صحتك، عامله ايه؟ مشكورة جدا جدا والله على الحاجات اللي بتعملها لنا الجميله دي. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب، دي حاجه بسيطه. ده ان انا من الفرحه حاسه ان انا هعيط عشان ان انا بكلمك. ربنا يخليك، اديك الصحه يا رب، متشكره جدا ليكي. الله يخليكي، انا ست كبيره يعني صغيره بس فرحانه بيكي قوي. ما شاء الله عليك، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك، الله يخليكي. انا بحب قوي اعمل العيش بتاعك، الحاجات بتاعتك الجميله اللي انت بتعمليها دي. ربنا يخليكي. ليك اي سؤال؟ ايوه بس كنت عايزه اعرف طريقه القراقيش اللي عملتيها امبارح، لان النور اتطفى وما شفتهاش. ايه عيش؟ قراقيش؟ لا القراقيش. حاضر، القراقيش المحمره. مش عارفه انت حمرتيها في الزيت ولا حمرت في الزيت. بشوفيه في الاعاده بقى كمان ان شاء الله، يعني النور يقطع بالنهار شوفيها بالليل. ان شاء الله مش مدينكم فرصه، شوفيها بالليل، عندك الفجر، عندك كل الاوقات. ان شاء الله. القرايش دي احنا عملناها ازاي؟ دي قرايش سهله جدا، وبعدين بتتحمر في الزيت وما بتشربش زيت خالص. يعني انا عملتها ازاي؟ عملتها بكوبايتين من الدقيق وكوبايه من دقيق السميد. كوبايه دقيق السميد دي مهمه قوي، عشان لما تحمري حاجه ما تعجنش، بتخلي الحاجه سواها حلو، بتديها تفتيح كده للعجينه نفسها. ماشي، وعملناها بسنه كربوناتو، وعملناها بميه، ما عجناهاش بحاجه تانية خالص، وحبه ايه كنا عاملينها بحبه زيت.
بصي احنا هنذاكر المقادير عشان ايه تاخديها مظبوطه عشان ما تلخبطش بحاجه ثانيه، بس هي كانت سهله جدا ومش مكلفه خالص اي حاجه، هي مجرد دقيق عادي مع دقيق سميد وما فيهاش خميره ولا بيكنج باودر، سنه كربوناتو سنه صغننه، هي دي نفشت معانا. وحطيت طبعا شمر وينسون وحبه البركه. بص بقى دي كده هنبدا دي مستطيل كده عشان بس ايه العجينه بتاعتنا دي اهي كده، نبدا نعملها مستطيل كده. نعمل فيها ايه بقى دي؟ انا عندي هنا ايه جوز هند سكر، اهي حطينا حوالي كوبايه من جوز الهند، نص كوبايه سكر، قهوه سريعه الذوبان، ابدا ان انا اذوبها بحبه ميه صغننين. ماشي، هي دي بقى العجينه بتاعتنا اللي هنفردها جوه ايه. بس انا عايزه اطلع دي بس الاول عشان كده دي احمرت خلاص. مقادير القراقيش موجوده على الهوا اهي عشان ايه اللي ما شفتهاش امبارح. اهو بصوا اهي دي استوت معانا، مقادير القراقيش انقليها او صوريها، سهله جدا اخلطيهم كلهم ببعض وايه وابداي قطعي حمار بس على طول، مفيش حاجه ايه مفيش تخمير ولا في اي حاجه. بصوا هنا حطينا ايه كوبايه من جوز الهند وربع كوبايه من السكر او نص كوبايه من السكر، واحط ايه قهوه سرعه الذوبان اعجن بيها جوز الهند مع السكر. خلاص اهي كده، حبه ميه كمان صغننين كده. تبقى دي ايه الحشوه بتاعتنا النهارده. هنحشيها ازاي؟ طبعا المفروض ان العجينه دي بتكون خمرانه، ودلوقتي هظبطها بتكون خمرانه تاني يعني كده، هسيبها تخمر تاني كده، وراح منزلاها ايه على العجين هنا كده، عاملاها زيها بالظبط مستطيل كده. حشوه كويسه، طبعا السكر هنا هيسيح ويبقى ايه حلو جدا برده، السكر اللي جوه جوز الهند ده هيسيح مع السخونيه وهيمسك كل ده مع بعضه. ايه دي رول القرفه بجوز الهند، القرفه مدخلاها ايه جوه العجينه كده. نلف دي كده 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 رول كده، ماشي، ظبطيها قوي كده. تجيبي صينيه برضو نقطة زيت فيها، أو لو عندك ورق اللي هو ورق الزبدة حطيها اهي كده. فيش فرشة، في فرشة اهي كده، ادي كده ماشي، سهلة معانا، سهلة إن شاء الله. ادي كده احنا عملنا العجينة الأول وحطيناها سيبناها تخمر عادي جدا، وبعد بس شيل اللخبطه دي من هنا عشان ما ايه محدش يتوه مني. حاكم اللخبطه دي تحس ان في قدامك كذا حاجه، حتى لو انت في المطبخ بتشتغلي برده ما تخليش الدنيا قدامك ملخبطه، شيلي كله من قدامك واشتغلي على ميه بيضه زي ما بيقولوا يعني كده. خلاص هنيجي بقى دي هتعملها ازاي، هتروح جايبه سكينه كده ومقطعه بالمنظر ده كده اهو، بص كده بطشها كده كده، بص كده تبقى سميكه شويه ليها سمك، بطشها كده وبطشها كده اهي كده اهي كده اهو كده. بصوا بقى تبقى المنظر ده، وطبعا بتسيبيها تخمر تاني، انا كنت عايزه احطها لكم في الفرن بس ما عنديش وقت، تبقى المنظر ده كده برده، وتسيبيها تخمر زي ما هي كده تخمر وتدخليها الفرن تستوي بس كده، ويبقى بالمنظر ده بعد ما يستوي الاثنين. اجي الرول بتاعنا وايه والبطاطس اللي احنا عملناها بقى بالشكل ده كده برضو اهي. وكده خلصنا حلقتنا النهارده، وعملنا مع بعض ايه النهارده؟ عملنا مع بعض النهارده الكلاوي المسبكه، وعملنا المكرونه بالخضره، وعملنا الطعميه بالعدس الاصفر، وعملنا كمان اتنين عجين النهارده اللي هو عملنا بالبطاطس اللي هي راس البطاطس، وعملنا كمان رول القرفه بال
جوز الهند. ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. استنوني هنعمل مع بعض اكل احلى واحلى ان شاء الله. اللقاء.